الحكومة حالياً بتقوم بخطة لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة لعدادات مسبقة الدفع من اللي هي أبو كارت. يا ترى القرار ده هيمشي إزاي ومين اللي هيدفع تكلفة العدادات الجديدة؟ وزارة الكهرباء دلوقتي شغالة في أكتر من اتجاه عشان تضمن استمرارية تشغيل الكهرباء وما يكونش فيه قطعتين للكهرباء في فصل الصيف اللي جاي. وعشان ده يحصل الدولة حالياً قامت بإجراءات كتير عشان تأمن التغذية الكهربائية. وواحد من الخطوات دي هي استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع جديدة كل معروفة باسم العدادة بوكارت، خصوصا انه في وقائع كتير بتحصل دلوقتي لسرقة الكهرباء من وراء العدادات القديمة، وللأسف النوع ده من العدادات صعب جدا انه يكشف وقائع السرقة. طب ايه اللي بتعمل الوزارة عشان تغير العدادات القديمة لعدادات مسبقة الدفع؟ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد مدة هتنتهي بعد 5 أيام لتغيير العدادات القديمة بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وده مش لكل الناس ولكن للناس اللي اتأخروا عن دفع الفواتير لمدة 2 شهر. مش بس كده، ده كمان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حدد غرامة 7% للناس اللي اتأخروا في سداد فواتير الاستهلاك لمدة 30 يوم، ودي واحدة من الخطوات لمواجهة تأخيرات تحصيل مبالغ الاستهلاك الشهري، خصوصا ان الدولة بتحاول بكل الطرق انها تقضي على ظاهرة تأخر تحصيل الفواتير. طب ازاي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هتحصل ثمن العدادات الجديدة مسبقة الدفع؟ وزارة الكهرباء كشفت عن صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف تخصيص قيمة المقايسة وسعر عدادات الكهرباء الكودية على كارت الشحن العداد لمدة 24 شهر، وطلبت المتقدمين من اصحاب المباني المخالفة لتركيب العدادات الكودية بالدفع نقدا، وده بهدف سرعة تحصيل مستحقات شركات التوزيع بشكل فوري. الإجراءات اللي خدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هدفها زيادة التحصيل النقدي، خصوصا الوزارة مديونة برقم كبير لوزارة البترول والثروة المعدنية والخاص بثمن شحنات الغاز الطبيعي والمازوت اللي وزارة البترول بتتعاقد عليهم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، واللي كانوا نسبة كبيرة سبب في تأخر وزارة البترول في التعاقد على شراء شحنات غاز جديدة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. بانكير نبض البنوك.